بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبقي الكلام على قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، لما أمر سبحانه وتعالى بالإشهاد على الدفع إلى الأيتام أموالهم عند بلوغهم ورشدهم، ختم الآية بقوله: وكفى بالله حسيبا، أي كفى الله جل وعلا محاسبا لكم يوم القيامة على تفريطكم وإهمالكم، أو على وفائكم وأدائكم للأمانة. فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على تصرفاتكم فاخشوه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا، ثم قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا شروع في آيات المواريث، لأن المواريث تولى الله جل وعلا قسمتها ولم يكلها إلى غيره. وعلم المواريث علم عظيم يحتاجه الناس، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم لحاجة الناس إليه، ولأنه ينسى، ولما فيه من المصالح العظيمة في إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم. ولهذا قال جل وعلا: للرجال، أي الذكور، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني مما ترك الوالدان بعد وفاتهم، وما تركه الأقارب لأقاربهم من الميراث. وللنساء نصيب، أي للإناث، سواء كن صغارا أو كبارا، أي حظ من مال مورثهم وقريبهم. وهذا فيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يورثون الذكور دون الإناث، فيحرمون الإناث ويقولون: إنما الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويحمي الذمار، وأما النساء فإنهن لسن كذلك. فكانوا يحرمونهن من الميراث، فالله جل وعلا أبطل حكم الجاهلية وجعل للنساء نصيبا كما للرجال نصيب، لا فرق بينهم في الاستحقاق، وإن كان هناك فرق بينهم في المقدار كما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال جل وعلا: مما قل منه أو كثر. مما قل منه، أي ما تركه الوالدان والأقربون من المال، سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا من باب التأكيد على توريث المرأة، وأن لا يترك من حقها شيء، وأن لا تحرم ولو كان الميراث قليلا، فلها نصيب منه. وهذا مما يعطي دلالة واضحة على إنصاف الإسلام للمرأة وعنايته بها، عكس ما
عليه أهل الجاهلية من احتقارها، وما عليه الكفرة اليوم من احتقارها واعتبارها من سقط المتاع. إنما يقضون بها شهواتهم فقط، ولا وزن لها ولا قيمة عندهم. فالله جل وعلا اعتبرها إنسانا له حقوقه وله مميزاته. ثم قال جل وعلا: نصيبا مفروضا، أي مقدرا من عند الله جل وعلا، كما يأتي بيان مقادير المواريث في الآيات اللاحقة إن شاء الله تعالى. فقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه الآية تعتبر من قبيل المجمل الذي سيأتي تفصيله في المواريث. والمواريث جعلها الله سبحانه وتعالى بين عباده من أجل بقاء المنافع واستمرارها، فإن مال الميت إذا مات فأحق الناس به قرابته، ولا يذهب ماله للأجانب. فلذلك الله جل وعلا قسم ثروة الميت بين أقاربه لينتفعوا بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا التوارث الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو من منافع القرابة أحياء وأمواتا. فنقل سبحانه مال الميت إلى أقاربه حتى يحصل له الصلة للأرحام، ويحصل له الأجر والثواب في ذلك بعد موته. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.